الجبر والاختيار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لا يطاع جبرا ولا يعصى مغلوبا. ولم يمهل العباد من المملكة، ولكنه القادر على ما أقدرهم عليه والمالك لما ملكهم إياه. فإن العباد إن ائتمروا بطاعة الله لم يكن منها مانع ولا عنها صاد، وإن عملوا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبينها فعل، وليس من شاء أن يحول بينك وبين شيء ولم يفعل. فأتاه الذي فعله كان هو الذي أدخله فيه.